والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فما من شيء إلا ويعلمه الله جل وعلا ما كان وما يكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهو يعلم ما يكون بين الناس من الكلام والنجوى فيما بينهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما في الصدور، يعلم ما في السماوات والأرض. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلم الله شامل لما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كله داخل في علم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن تؤمن وتعتقد أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، علمه ثم كتبه اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ لوح مخلوق لا يعلم كيفيته وسعته إلا الله جل وعلا، عنده جل وعلا. تؤمن باللوح وتؤمن بالكتابة. في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء. عندنا العرش والقلم، أيهما أسبق؟ قال قوم إن العرش أسبق. عندنا العرش والقلم أيهما أسبق؟ قال قوم العرش أسبق من القلم، وقال قوم القلم أسبق من العرش، وقوم فصلوا. فقال ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذاني، والحق أن العرش كان قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وعرشه على الماء كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده، فالكتابة مقارنة لوجود القلم حينما خلقه الله قال له اكتب، مقارنة لإيجاد القلم. وأما من حيث الوجود فالعرش أسبق، هذا هو القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم وعرشه، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، قدرها قبل الكتابة ثم كتب. الكتابة متأخرة عن وجود القلم، ووجود القلم متأخر عن العرش، والعرش أسبق. هذه مسألة استطرادية لكن لا بد من معرفتها لأنها تدخل في الموضوع. هذه المرتبة الثانية الكتابة، وهي الكتابة العامة الشاملة
التي كتب فيها كل شيء. يمكن أن يسأل سائل فيقول: أليس الله يأمر الملك الموكل بالأجنة إذا تم له 4 أشهر نفخت فيه الروح، جاءه الملك وكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد؟ هذا دليل على أن هذه الكتابة أنها متأخرة وقت وجود الجنين. نقول: هذه تفصيل للكتابة السابقة، وهذا مأخوذ من الكتابة السابقة. كتابة الملك مأخوذة من الكتابة السابقة التي في اللوح المحفوظ. جاء أيضا في ليلة القدر أن الله يقدر ما يجري في السنة، ما يجري في السنة من حياة أو موت أو جدب أو خصب أو ما يجري فيها، أو رخص الأسعار أو غلاء الأسعار أو الحروب أو غير ذلك. هذا كله في ليلة القدر، ولذلك سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يجري في السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. الجواب كما سبق أن الكتابة ليلة القدر مأخوذة من الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، فالكتابة العامة في اللوح المحفوظ يأخذ منها الملائكة بأمر الله جل وعلا الكتابة على الجنين والكتابة في ليلة القدر، فهي كلها مأخوذة من الكتابة السابقة، فلا تنافي ولا تعارض بين الأدلة. هذه الكتابة وهي الدرجة الثانية، ويدل على هاتين الدرجتين قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها يعني نوجدها ونخلقها، فدل على أن كل ما يجري من المصائب أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، في كتابة اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها أن نخلقها. وهذه هي المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة والإرادة، وكل شيء يقع فإن الله قد أراده وشاءه. هذه المرتبة الثالثة، المشيئة والإرادة، فلا يكون شيء إلا وقد شاءه الله وأراده. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، من قبل أن نبرأها أي نخلقها ونوجدها، إن ذلك على الله يسير. فدلت الآية على مراتب، على مرتبة الكتابة ومرتبة الخلق والإيجاد ومرتبة المشيئة والإرادة، كما في قوله تعالى: فعال لما يريد، إن الله يفعل ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المشيئة والإرادة، فهذه 4 درجات لا بد من الإيمان بها: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، مرتبة المشيئة والإرادة عند وقوع الشيء، مرتبة خلق الشيء وإيجاده، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. هذه مراتب القضاء والقدر، من جحد واحدة منها لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر.